عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز اش ام. انتدب ترجي رياضي التونسي 8 لاعبين، اي مصير لشبان ترجي؟ بدأ العداء التنازلي لبداية السباق المحلي لترجي رياضي في البطولة الوطنية، ولسال هذا السبب بمواجهة الصاعد حديثا مستقبل المرسى ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثانية. الترجي ودع البطولة العربية من دور المجموعات في مواصلة لسلسلة الاخفاقات اللي عاشها خلال الموسم الأخير بعد فشله في المحافظة على لقب البطولة وخسر لقب الكأس أمام الأولمبي البيجي وتوديع رابطة الأبطال الأفريقية من نصف النهائي أمام الأهلي المصري. وبالتالي تنظر جماهيره للموسم الجديد من أجل بداية جديدة لفريقها لتمحي خيبات الموسم المنقضي. انتدب الترجي الرياضي خلال الميركاتو الحالي 8 لاعبين بالتمام والكمال، شملت جميع الخطوط، حيث تعاقد مع أسامة بوقرة وأسامة سيلي ويوسف أومارو وحسام الطقاوي الجزائري حسام الدين غشة والبرازيلي يان ساس ومواطن رودريغو رودريغاز ومحمد وائل ديربالي. ولئن شارك أغلب المنتدبين 5 منهم في مباريات البطولة العربية، إلا أن مشاركة البرازيليين يان ساس ورودريغاز ومحمد وائل الدربالي اقتصرت على التمارين فقط. الترجي نجح في تأهيل منتدبيه جدد باستثناء الدربالي ورودريغاز، حيث تعطلت البطاقة الصفراء الخاصة باللاعبين بسبب إشكال قانوني مع الأولمبي البيجي بالنسبة للدربالي. في المقابل فإن التعطيلات الحاصلة على مستوى تحويل المبلغ للفريق اللي انتدب منه الترجي اللاعب البرازيلي رودريغاز هي السبب في تعطل وصول البطاقة الصفراء. آخر المعطيات تفيد أن ملف الدربالي واقع البت فيه، وسيقع الإعلان رسميا على الصفقة في الساعات القادمة، وربما يكون اللاعب على ذمة مدربه في أول مباريات البطولة، بينما يتواصل الغموض حول البرازيلي رودريغاز. لاحظ المتابعون لتحضيرات الترجي ثراء الرصيد البشري للفريق، خاصة بتواجد عديد شبان النادي من الذين تلقوا تكوينهم في حديقة رياضية باء. فالشعباني عول في الوديات على كل من أمان الله من ميش وحمسة الغنمي ورائد بوشنيبة وخليل الجنيشي وغسيان المحرسي وريان الحمروني وزيادة بريمة وزين الدين السياسي وغيث الوهابي ومنتصر التريكي وزكريا العايب أمان الله مجاهد فاروق الميموني وأشرف الجابري. في المقابل فإن الترجي قد تخلى عن البعض ممن أعارهم إلى اتحاد تطوين إلى جانب عدم الاعتماد على البعض الآخر مثل عزيز عبيدة مقابل خروج مالك المهري اللي احترف في البطولة الأمريكية. الترجي عمل خلال السنوات الأخيرة على تكوين عديد الشبان، لكن عادة لا يعتمد عليهم في الفريق الأول وحتى الموسم الوحيد اللي نال فيه الشبان الفرصة وهو الموسم المنقضي لم يحقق الترجي أي تتويج. في المقابل ينتدب الفريق ترسانة من اللاعبين، مما يجعل حظوظ أبنائه شبه منعدمة، وهما يجعل الهدف من تكوينهم لغز محير. فأن يعمل الفريق على تكوين لاعبين يلحقهم بالفريق الأول لكنهم لا يملكون فرصة اللعب، أمر بات يمثل لغزا محيرا في الترجي.